بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزميلات والزملاء، الحكومة الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقع الأردن ضمن بيئة إقليمية غير مستقرة سياسيا، وضعت تحديات سلبية كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية على الأردن وعلى الشعب الأردني. فلقد قدم الأردن ويقدم لقضايا الأمة العربية ما لم تقدمه أي دولة في العالم. فالشعب الأردني تحمل ويتحمل تبعات عدم الاستقرار في المنطقة. حركات النزوح شكلت ضغط غير مسبوق على إمكانيات الأردن المحدودة وخدماتها الحكومية. عند قراءة الموازنة العامة نرى أنها لا تختلف عن سابقاتها من العجز وزيادة في خدمة الدين العام ومحدودية المعالجة للفقر والبطالة والمشكلات الاقتصادية الضاغطة على المواطن الأردني. يوجد ارتفاع في نفقات الرأسمالية، لكن لغاية الآن لم تصل إلى مستوى الطموح. يجب علينا جميعاً التوجه إلى دعم القطاع الزراعي لتوفير الاكتفاء الذاتي ببعض المواد الغذائية من خلال الزراعة، ولكن للأسف نفقات الرأسمالية لم يخصص سوى 8 مليون دينار. ويجب علينا التوجه لاكتفاء ذاتي بمواد تدرجية من المواد الغذائية حتى نكون جاهزين داخلياً لأي تدخلات خارجية أو اصطدامات خارجية في المحيط الملتهب. نعم، جاءت الرؤية الملكية للتحديث السياسي وتم إقرار القوانين الداعمة لها، وهي حقيقة ضرورة ملحة وليست ترف سياسي. لمعالجة الهموم والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأردني ببرامج حزبية واقعية من أبناء الأردن لمختلف المجالات. وتحتاج منظومة التحديث السياسي إلى دعم كبير من الحكومة، من الوزارات التي تعنى بالعقل لتغيير ثقافة الأردنيين بضرورة التحديث لمعالجة الهموم مثل الفساد والترهل الإداري والوضع الاقتصادي وغيرها، وإعطاء وقت كافي للوصول إلى حكومة ذات برنامج يتم محاسبتها ومتابعتها بناء على برنامجها الحزبي التي وصلت من خلاله لتشكيل الحكومة ونالت عليه ثقة جزء أو ثقة كبيرة من الشعب الأردني. الرؤية الاقتصادية تحتاج إلى ترجمة إلى أهداف حقيقية واقعية محددة وعمل الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وضمن فترات زمنية محددة. وعلى سبيل المثال البطالة والناقل الوطني وغيرها من المشكلات الاقتصادية، لكن لغاية الآن يوجد بطء كبير في التنفيذ والشروع في تطبيقها. حقيقة الزميلات والزملاء، إن مجلس الأمن والهيئات الدولية أصدرت أكثر من 140 قرار تدين الكيان الصهيوني الغاصب لغاية الآن، ولكن لم يتم تطبيق أي واحد من هذه القرارات. إن فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها كما قالها جلالة الملك حفظه الله، ونحن مع أهلنا في غزة ونطالب المجتمع الدولي
وشعوب العالم المحبة للإنسانية بالضغط على الكيان الغاصب بإيقاف الحرب والإبادة الجماعية لغزة وأهلها، ونقف خلف جلالة الملك بمواقفه المتقدمة تجاه أهلنا في غزة وفي فلسطين، ونؤكد على تمتين جبهتنا الداخلية. القوات المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن وثقة الأردنيين والقائد والمتقاعدين العسكريين الرديف الأساسي لهم، والذين يزيدون مع أسرهم عن 1,000,000 مواطن يحتاجون كل الدعم المادي ويحتاجون إلى تقدير منا جميعاً. وأؤكد على الحكومة وضع استراتيجية شاملة على مستوى الأردن للوصول إلى التأمين الطبي الشامل لكل الشعب الأردني، وهو حق لكل مواطن، وإنشاء مراكز طبية أولية في الأقضية والقرى والبوادي، ومراكز طبية شاملة في الألوية للتخفيف عن المستشفيات الرئيسية الموجودة ووضعها الحالي من النقص بالكوادر والمعدات. كما أطالب الحكومة بدعم صندوق المنح والقروض في وزارة التعليم العالي للطلبة الجامعيين، بحيث يشمل كل طالب تنطبق عليه الشروط، لأنه حق له بالتعليم. والوضع الاقتصادي الضاغط على كل أسرنا، نتمنى من الحكومة إنها تدعم هذا الصندوق، وكل طالب قدم وتم قبول الطلب له أنه يلحقوا منحة أو قرض. إن محافظة الزرقاء تحتوي على أكثر من 52% من الصناعة في الأردن. أطالب الحكومة بصرف جزء بسيط من العائدات الضريبية للبلديات بمحافظة الزرقاء واللامركزية للتنمية، حتى يستطيعوا العمل وتخفيف المعاناة اللي يعانوها المواطنين من أثر الصناعات اللي موجودة عليها ومتأثرين كلها فيها، يخففوا عليهم. فحق لأهل الزرقاء ولا مواطنين المدينة الصناعية إنه يتخصص جزء من الضريبة حتى البلديات واللامركزية تقدر تقدم لهم خدمة للتخفيف من هالمعاناة اللي قاعدين يقدموها. من كانت أحلامه وطموحاته كبيرة لابد من مواجهة صعوبات كثيرة لتحقيقها، والشعب الأردني بقيادته بإذن الله رايح يظل محافظ على وطنه وبلده. اليوم عمل بلا حساب، وغدا في الآخرة حساب بلا عمل، فلنتق الله. حمى الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.